هل يجوز لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلعه الله على الساعة؟ الله يفعل ما يشاء، والله سبحانه وتعالى قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لا النبي ولا غيره صلى الله عليه وسلم، إلا من ارتضى من رسول. مين اللي بيستثني؟ الله. مين اللي بيعلم؟ الله. مين صاحب الغيب المطلق؟ الله. وسيدنا النبي مخلوق من عبيده سبحانه وتعالى، بس كان خير عبد. فإذن من الناحية إمكان العقل يعني والشرعي إيه ممكن، ولكنه لم يحدث. يبقى هذا جائز عقلا ممتنع شرعا. ليه ممتنع شرعا؟ لا، ما حصلش، لم يحدث أن الله سبحانه وتعالى علم النبي وقت الساعة. وبعدين نفرض كده جدلا يعني كده، وإحنا بنفكر أن الله علم النبي متى الساعة، والنبي انتقل إلى الرفيق الأعلى، لزومه إيه السؤال ده؟ الإمكان العقلي، أيوة الإمكان العقلي يجوز، لكنه لم يحدث شرعا. هل كان ممكن ربنا يخلينا نطوف والكعبة على يميننا؟ طبعا كان يأمرنا أن احنا نطوف بالعكس كده، يجرى حاجة؟ أبدا. هل كان ممكن ربنا ما يخليش فيه تعدد زوجات؟ قاطعا كان ممكن، بس هو عمل كده؟ لا، ما عملش. ففي فرق بين الإمكان العقلي وبين الحادث الآن، وهكذا تملي تفرق في ذهنك ما بين الإمكان العقلي وما بين الواقع الشرعي. هل ممكن كان ربنا يخلينا الصلوات واحدة أو اتنين؟ ممكن، ولكنه لم يفعل، خلاهم خمس. يبقى خلاص هم خمس. طب والإمكانية دي؟ أيوة دي إمكانية ذهنية كده عقلية يعني لو فعل وخلاهم ستة هنقول سمعنا وأطعنا، خلاهم أربعة هنقول سمعنا وأطعنا، صلي الظهر خمسة هقول حاضر، لكنه لم يفعل. اللي فعله هو اللي احنا ماشيين عليه ده هو. طيب